اطلع يا عيال عيال دقيقه لا لا اسمع دام عددنا دام عددنا 16 لا 8 دقيقه يعني تمشي لا 8 يا عيال دقيقه رعب رعب ارعب يا طويل اسرح المعارض احنا يلا شباب احسن من كذا والله صوتك تبدا سالفه بس كلمه مثلا هنا ويقول كذا رحت جيت عرفت ولا تبغى عربيه لغه عربيه لغه عربيه عشان يلا اعرف اعرف ذي ذهبت حيثما وجهت الى سريع 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 وجدت انس و وازع محمد لا ومحمد شريت لحظه العبوزي انا حسبك و بس سريع سريع لقيت و لا هذه صارت هذا حروف ذي لا صارت الحروف ما بطاطس وش بطاطس قالوا شريت بطاطس وجعلت البقاله خلفي ومشيت امامي البيت وش امامي امام البيت امامي البيت يلا واصل واصل سريع 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 وين انت لا ما دخل البيت ما دخل البيت ما دخل البيت لا انت برا انت برا برا عشان يلا مره اخر مره يا ربع يا ربع دقيقه عشان تصير اللعبه حلوه اللي يخطي يطلع خلاص يلا مبارك عشاني طيب يلا علشانك السالفه تسلسل ما هو بقاله بيت بطاطس خلاص يلا واضح الكلام لا افهم بس صعبوها شوي صعبوها صعبوها لازم تسلسل روح شوف ذهب تصعب متى صار سريعه يلا بسرعه يلا 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 ايش قلت لا عيد ابدا من عندك ابدا من عندك دامك اخطيت انت ودخلت ابدا في سالفه جديده مشيت يلا ديره وذهبت مع اخوي وامي الى المزرعه ودخلنا بالدكه ثم وجدت فرشه محذوفه ومركه وذهبت واحضرت التين اخوي هذا قصة حياتك رجع الحين ارضيكم ارضيكم يلا كمل بدا بدا الديره والمزرعه ايش قال انت قلت ما ادري كعيت مركه انا قلت فرشه هو قال بالحوش قلت فرشه محذوره ومركه وقهوه عسرت قهوه يا ايش فرشه محذوفه ومركه كيف قهوه كيف قهوه يا وجلست يلا وجلست ما حد فرشه ترى المره الثانيه هذه تطوف لك لا لا دقيقه ما جلس ما حد فرشه فرشه وعدلت معقول يا اخوي صبر عاد ايش قول عد جديد يلا ابدا بسالفه يلا 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 صبر وقفت عند البقاله ولا ج... وريها انزل اخي امشوا ونزلت دخلت كيف ونزلت ودخلت نزلت ودخلت لا انت رتب الجمله ونزلت ايه لا البقاله ونزلت دخلت 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 البقاله هذه كم بعد دخلت البقاله ونزلت ثم دخلت وش ثم لا ثم ما نبي حروف جر ما نبي حروف جر يا رجال طيب خلاص يلا وش 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 تعال 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 الله اضرب برقه اضرب برقه احسن من كنت ولقيت هذه خوش الرجيل دبر المسح اي والله ارسل ارسل هلا وكان ما لقيت المصحين في اربع قرقات شاورما شاورما عطى شاورما ابو مبارك اي اقسم اقسم لابوك امزق مكان اخذها يلا كملوا الشباب ياكلونا الشاورما ادخل معكم بعد لك بعد ما تخلصون بعد ما تخلصون انت عطيتنا بابر يلا ها وين نزلت يلا وازع كنت جوعان الحين كلت خل اشوفك تخطي هو يقول ودخلت ها ها قاعد تاكل ها الحين بس عشان ما اخطي هي كلمه واحده صح ذهبت الى المزرعه ولا لقيت هذه سالفه طويله يلا داخل ما داخل ايش تبي ولا ولع من هنا ولع ولع انا اقول شيء تحبه يلا اشلم هذا عنده طقوس طقوس يلا ايوه كمل يا ها اكمل الجمله اتى محمد للبيت دي اتى عبد العزيز للبيت ودخل بالشاورما ثم وجد امه وابوه يتناقشان في موضوع سياره سياره التي التي جديده جديده شراها سياره التي من عمه لابنه
لأجل الذهاب للمدرسة والمقاضي البيت. مقاضي البيت والجيران والسفر كل يعتمد وبنشرت اقولك والله اللقمة اللي بنشرت كمل واسع لا وقف وش بنشرت وقف وش بنشرت انت والسفر بعيدا عن الديرة للوناسة والسجة والمكاشيت تطرب المخ والخيال والفكر النفسية قلبها وبعدين وبعدين باعها لا لا وبعدين لاحظ ورجع 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 إلى بيته لي حرف جر ينام ما نزل نسيا وتحلى رجع بيتهم لي أنا وتحلم حلو حلو والله صحيتك من حلوة وقام ولكن بالواقع مطفر يحاول أن بطاطس أن 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 يحاول أن يربح الأسهم ولكن راحت هناك عادي وشو عادي روح الموضوع أفلس أي ها كيف مع أن مع كرر تجاربه والأخطاء تفاداها ولم كان أخطاء يكرر للأسف في أي مشروع وحاول مرة إيش رأيكم لا حاول شو حاول مرة 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 أخرى ولم ولم هذه على ولم يفلح ولم لكن صح منه وليته لم ينم وذهب ذهب لغسل وجهه لغسل وجهه بالماء وفرش أسنانه صباحا وليلا لا أخطيت أخطيت كنا مخطئ أنا قلت صح نايم العصر رجع نايم العصر رجع نايم العصر ما تشوف حلم رجمع على ما تشوف حلم العصر والله نايم العصر أخذ يضحك عليه يضحك عليه برا يلا الحين من أنس العزيز هو لك محترق تنوري مالك يلا أنس قلت صباحا وأنت قلت مساء عبد العزيز ابدأ شاف جديد ما هي مشكلة لا دقيقة اسمع خلى السالفة داخل الهنقر داخل القرية يلا طلع من خيط مش من حد السؤال في القرية بادي طريقكم تطريبا يلا يلا عادي روح تحدى ما عودت عليك ماني ودوب يلا يلا عزل يلا في القرية ايه العالمية بنوا لوكيشن جديد وشبوا بالخيمة النار معكم لا لا معكم النار شبوا بالخيمة شبوا بالخيمة النار في المنقل تدفوا وشربوا كرك زنجبيل وشاهي جاهو سلطان دويحس سلطان دويحس برا 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 سلطان دويحس جزان وشربوا سلطان دويحس كلمتين شاهي وجاء وجاء سلطان دويحس شخص واحد وجاء الفحص اعطانا كاشات عشان يجلس بجنبي طردناه ولكن طردناه ولكن دقيقه طرد احنا طردنا وازع يلا ليه لم ولكن لم عنده خلاص خلاص برا 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 خلاص برا برا انا قلت خلاص برا قلت انا قلت برا عشان نجيب شاورما جديده الدور الثاني بشيء ولا بس خلاص بشيء برا محاره في بطاطس متاثر بالعقار بطاطس تبي ما تعطي اي شيء شاورما ترى حاره اي شيء زد الفهم ترى ما اكلت منها قطعت بيدي شطه طيب كمل واجع
ولم ولم يشرب احنا طردناه ولم يشرب وش هذا برا طيب دقيقه ايش رايكم نستحدث بالبكاء خلينا نكمل خلينا نكمل انت خلص نشوف اخر واحد يلا احنا وقفتوا وين انت طردناه لا لا عد افتح هذه انا في اللجنه ترى خلاص واحد غلط احنا من اللي طالع ما ادري مو يجي خلاص الحين انت بتفتح سالفه جديده هذول كلهم طالعين يلا واحد اثنين ثلاثه اربع خمس بس وينه قول عندنا ايه محمد يلا قول انت عندنا امس لا قول عندنا ابي امس امس كان هو قال امس كلمة واحدة انا قلت امس هو قال كان كان بردا قوي قوي النار احنا هذا معنا؟ لا خلينا معكم شلون يقول النار؟ انا وازع برا انت وازع بس وشعلنا النار في المنقل وسطى الخيمة التي في الساحة في ولونه بني واسود ابيض واخضر سوينا كرك مضبوط ولكن جاء ابو كليب وقطع حبل افكارنا ليه ما ادري ليه هذه من وين جبتها لا ما حلوة عندك مقالات تضبطها اتوقع هذه اضافه حلوه ليه اتوقع قالها هو قال ما ادري قلت اتوقع اتوقع انه تاكل بطاطا احسن كان معصب ما هو ذنبي ولا ذنبي ما هو ذنبي كلمتين هذا اطلع يلا برا ايش كنت جالس طلع طلع خلاص خلاص سالفه جديده طلع انا يلا حلو هو انا اللي تجعلني يلا انا ببدا يلا طيب ايش رايك ابو مبارك لحظه نبدا في اللهجات العربيه يلا سالفه اللهجات العربيه انا شو الفرق الانجليزي من اليوم احنا شو نقول صدقني تجي صدقني تجي ابو احمد والله ما اعرف لا احنا ايش قاعد نسولف من اليوم احنا شو نسولف من اليوم البارحة لا اللهجات الساعة عربية الفصحى اثنين الساعة وشو؟ البارحة الساعة اثنتين بالليل كنا جالسين وحدنا في الخيل وجانا نوار ومحمد وانس ووازع وقزروها قصايد وضحك وخبال وهسترة وطردتهم كلهم برا الخيمة وراحوا صح 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 ورجعوا لكن زعلوا جدا من فارس ليه؟ ما ادري ابو عبد الجر ولا ادري ما ادري كيف ولا ادري خلاص كرر 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 السالفة عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة يلا ذهبنا لا كلنا بس ذهبنا الى كلنا بعدها برا بر بابا بيع جيب جيب لا يا مو يلا 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 محمد ابدا طوال سالفه محمد ابدا طوال محمد ابدا طوال يلا رايد سياره احمل جديده موديل 2009 2009 جديده غاليه سياره جديده غاليه ايه قال لك غاليه يلا جديده غاليه شوي بدري بس برا يلا اخر اثنين يلا انت ابدا روح الحمد لله بقالة شرايط جالكسي لا تاخر اخضر واصفر عبيت الواندي تاخر تاخر خلاص فاز محمد اوه تحت واكل مبروك وشي يا خسران يا فاشل حيثما وجهت لا لغه عربيه وصح طيب حيثما وجهت لا لا صعبه صعبه جدا دورتين والله ما ندورون انا فارس ابو طواله بلا في ما احذف علي تك واحده محمد طواله اذا في ما بالله احذف علينا بالله اذا في ثلاثة احذف علي ما ودي اكلك يا ابو طواله وهو انت اللي قفر علوة ما هو انت اللي فرالوة فرالوة كذا فرالوة 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 خعاخع 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 فرالوة 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 خ
ما نقدتوا ما نقدتوا على اعماركم ما نقدتوا على اعماركم ما نقدتوا على اعماركم ما نقدتوا على اعماركم الورعة اللي تقول خميس خبز خمس خبزات خميس خبز خمس خبزات خميس خبز خمس خبزات خميس خبز خمس خبزات روح ابوي ابو محمد ابو فلاح والناهج رخ ابوي تنام الليل ما تنام هجيك والله هجيك وش وتنام هجيك يا سلم راسك وشلون ما جيك مويه عشان ما تشرب وياك الحين بكره بعد شوي اشيل غرشه باي جيت لقيت وازع جالس جنب النار يا ولد يا ولد غنغن ابو جماعه يلا طبل لك ولا لا عشان صوته مو بزين طبل ولا لا حزين من الشتا يطير